بالنسبه خويا في الفصل ديال كما قلت لك ديال لاغريب، كاين فليو، كاين الكاليبتوس، كاين الزعتر، كاين الخزامه، كاين الحبه السوداء، فهمتيني؟ وكاين كل حاجه كتخدع على حسب الحاله. بحال بنادم عنده فهمتيني فيه شويه ديال كاين الرواح وكذا، كاين ياخذ فليو مزيان. كاين الكاليبتوس ساوى كما قلت لك ديرو في الماء يشم البخار ديالو مزيان، والكاليبتوس اصلا مزيان فهمتيني، ما يخليش حتى العدوى تنتشر في المنزل فهمتيني. كاين كما قلت لك الخزامه حتى هي تتبخر مزيانه، اللي تشم الريحه ديالها مزيانه كتحيد حتى هي كما قلت لك ما كتخليش العدوى تنتشر. كاين الحبه السوداء يطحنها دايرها مع العسل، اللي ياخذ معلقه في الصباح معلقه بالليل مزيانه، هذه فهمتيني ممكن ياخذها اي واحد. لكن يمكن بعض الحالات كيكون عندهم حاله خاصه، بحال دابا تكون كاين بحال كيكون عنده الكحبه، يكون عنده فهمتيني، كاين راس الحانوت مخلط كيتخلط كيدير مع الحليب ولا مع العسل حتى هو مزيان. كاين بحال دابا مثلا هكا كاين فهمتيني، كاين عشوب مخلطين فيهم زعتر فيهم فليو فيهم خزامه، هادو ممكن يشربهم واحد واخا ما يكونش مريض كاع، هادو مزيانين كيساعدوا على المناعه، كيقوي المناعه، فيهم زعتر فليو خزامه فهمتيني مخلطين، هادو مزيانين تيقوي المناعه. شرب بحال اتاي اخويا، حنا قبل كما قلت لك كاين هذاك الزعتر الخزامه والكاليبتوس هما مزيانين اصلا فهمتيني، هما الا درتيهم في الدار ما يخليش الميكروب اصلا فهمتيني، واش حتى هو مزيان فهمتيني، ما يخليش كيقوي المناعه، هادو مزيانين فهمتيني، كاين هادو مزيان معروفين على كيستعملوهم من قديم الزمان. شنو نقول لك خويا، حنا هاد المرات كما كنسمعوا كاين عشوب مزيانين كما قلت لك كيستعملهم الانسان، كاين كما قلت لك هاد الاعشاب هادو اللي كاين الكاليبتوس هكا فهمتيني مزيانين حمايه، وداكشي اللي الله سبحانه وتعالى اللي جات من عند الله. ما نكذبش عليك، انا ما كاين شي حاجه 100% فهمتيني، ما كاينه شي حاجه 100% باللي كيقول لك التفات هاد الحاله بهاد العشبه هادي، ما كايناش فهمتيني. كاينين عشوب مزيان كما قلت لك باش بنادم يقوي المناعه وفهمتيني حمايه من جميع الامراض. خويا ما كاينش الدواء كاع، ما كاين كذوب، ما كاينش زعما شي حاجه اللي كاينه 100% ما كايناش. انا ضد هاد الناس اللي كيقولك انا اللي كيخرجوا كيقولك عندي انايا عندي الدواء وعندي هادي، لا والو ما كاينش. كاينين عشوب كما قلت لك عندنا مزيانين كيقويو المناعه فهمتيني، ماشي حاجه اللي انا ضد هاد الناس كامل اللي كيقولك انا عندي الدواء وهادي وهادي، ما كاينش معلوم حاجه با وشنو كيقولك انا راه عندي وانت تمشي عنده وما داويتيش، راه حاجه باينه يكذوب، مش فهمتي خويا، حاجه باينه. ايوا هو كيقول لك انايا عشاب وعندي الدواء ديال هذا، وما عندوش، ما كاينش ديال هذا كورونا، ما كاينش فهمتيني، ما عندوش، اذا كذوب، واش فهمتي خويا، ما كاينش. قلت لك اللي هي مهمه هما الزعتر وفليو ازير كاع هادو حوايج طبيعيين، والباديانه وخدنجال كلهم هادو حوايج مصحين للبرد والالم وكل شيء. الزعتر هو اللي مهم كيداوي كاع الامراض، كانت شي حاجه خطيره الزعتر هو اللي مهم، بنادم يشرب الكويسه الزعتر صافي وراه في امان لوحده. والناس اللي كيقولوا الحبه السوداء واش هذاك الشيء كتصلح للبروده لداخل، الحبه السوداء مع العسل هذيك كتصلح للجسم لداخل، هذيك اللي كتقوي المناعه هما هما الزعتر وفي اليوم هما اللي مهمين كاع، وباقي ما كيجوش عندنا الناس على هذا الشيء، باقي ما كيجيوش الناس على هذا الشيء. حنا كنبيعوا بحال دابا المناعه كنبيعوا راس الحانوت، هو اللي مهم كنعطوا الناس كياكلوه يديروا مع الحريره مع الدجاج مع المرقه، راس الحانوت هو اللي مهم، هما اللي كيقووا المناعه. وسمعت فيه ولكن ما عندنا خبر فيه، ما هاد الساعه حفظنا الله ما كاين حتى حاجه عندنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.